اول شيء كنت وحيد، وهلا في، لا في في بوادر خير يعني. لا بالنسبه للعزاب خلينا نسحب للازواج والمرتبطين. المرتبطين مبين عندي في شوية علاقة ثلاثية. خلينا نشوف. وانت عم تختار، انت بين خيارين، بين شغلتين الك فترة عم بتفكر فيهم، كنت مغمض عن العلاقة اما الثلاثية، او مش حابب انك تشوفها، مش حابب تعطيها اهتمام لحتى ما تنكد على غيرك. عم بحسك كتير حاطط، يعني عم بحسك كتير حاطط مش حواجز، لكن بالفترة الجاية رح تكون متأهب. يعني انت خايف من الطرف الآخر بأنه يترك أو يكون في علاقة ثلاثية. العلاقة الثلاثية مبينة موجودة، ممكن تكون مش بس علاقة ثلاثية، ممكن تدخل من شخص ثالث، إما من العائلة أو طبعا القراءة ممكن تنفع إنه تكون عكسية، لكن بشوف بالنهاية يعني شيء كتير حلو. ناين اوف بنتكل شيء كتير حلو، يعني قربت كتير من الارتباط. إذا كنت اللي هو الارتباط الجدي، صرت كتير قريب منه، لكن ما وصلت له 100%، لكن أنت في الطريق. وآخر آخر مرحلة في هذا الموضوع، عم بشوفك كتير مبسوط للأمور اللي عم بتصير، وكأنه في بشاير في الموضوع، أو في شغلات بتدل إنه الطرف الثاني عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة. انت كمان عم بشوفك بتحبه اكتر، بتتمسك فيه اكتر، نتيجة قرارات هو رح يتخذها او عم يتخذها حاليا. عم بيحاول هو يبعد كل المشاكل والاطراف اللي عم تتدخل بشكل سلبي لحتى يوصل لمرحلة جدية في هذا الموضوع. اذا ورق كتير ايجابي بالنسبة للمرتبطين، ولكن في اوراق بتحكي لك انه كون حذر في انه تاخذ قرار في هذا الموضوع، خاصة انه في شخص ثاني ولكن مش عم بتحبه قد الشخص اللي انت معه، ولكن في شخص عم بيشوفك من بعيد، وانت بالاخير عم بتفكر بين هذا الشخص وعم تختار الشخص اللي انت معه، لكن بحذر عم تتعامل معه بكتير حذر بالفترة الأخيرة. وأنا بنصحك بهذا الإشي يعني، لأنه بتضل الأمور مبهمة عبين ما تصير الخطوة، بس في يعني في خطوات حلوة ممكن يكون فيها الطرف الثاني، في احتمال 90% يمكن. كتير ورق حلو يعني. نيجي للناس المنفصلين اللي عم تستنى رجوع، أو بدها تشوف يعني في ترك نهائي للعلاقة، ولا في اللي هو ممكن انهم يرجعوا. حاول نشوف ايش المشاكل في العلاقة اللي سببت الانفصال لبرج اذا الجوزاء. كان في اشخاص متدخلين كتير في العلاقة، في وحوش. في عندك 1 2 3 4 5، في ناس كتير كانت مش حابة هاي العلاقة انها تكون من الاساس، وكأنها كانت تسيطر على الحبيب او الشخص اللي انتو تاركينه. هاي في الطاقة القديمة طلعت عنا، اذا مش حاليا ولا مستقبلا، لكن الحبيب عم بيفكر فيك بكتير، يعني اللي هو انت مسيطر على كل تفكيره، عم بيفكر فيك. خلينا نشوف بالفترة الحالية كيف هو عم بيفكر.
عم يحلم فيك، مبين انه حارب من اجلك لكن فشل بالفترة الماضية، انت ما كنت عارف، لكنه هو كان يحارب اطراف معينين لنجاح هاي العلاقة، لكن في غموض وفي تكتم. بعدين صار يحس الموضوع انه صعب كتير يكمل، اما بالنسبة للصراعات اللي بيناتكم او بالنسبة للاشخاص حاولوا انهم عن جد يسيطروا على تفكيره، ولكن عم بشوف انه عم تصفى الامور، مخه عم يصفى، تفكيره عم يرجع لعقله، عم بتذكر الاشياء والاماكن اللي كنتوا انتوا تروحوا عليها، عم بشوف طاقة نارية ترابية وهوائية في الموضوع. في برضو خبرية، في اشي بيجمعكم مع بعض، وكأنه عم يوصلك خبر فبهديك نفسيا وبخليك اللي هو يعني بردت شوي أعصابك، وصرت على أمل كبير إنه يرجع. في بوادر خير عم بتبين، ايت اوف كابس كتير محظوظ، راح تكون بالفترة الجاي للمنفصلين. في إذا هذا بيعني إنه في ممكن فرصة كبيرة للرجوع، عم بالأخير عم يتملكك، عم يمسكك في إيده، لكن في أشخاص، في علاقة ثلاثية كانت موجودة ويمكن راح تستمر بعد الرجوع، لكن انت راح تكون عارف يعني، او انت عارف من البداية انه في شخص ثالث، لكن هو بالاخير راح يمسكك في ايده وراح يتملكك وراح تكون اله، هو الك. واللي مبين عندي اكتر انه هو الطرف الثاني عم بيحبك اكتر، يعني اكتر الاوراق بتبين انه هو اللي عم بيبادر وهو الحنين من عنده اكتر جاي، مع انه مخبي حاله شوي، لكن اهو عم بشوفك كتير كنت مجروح، وهلا في موضوع عم بتخليك كتير سعيد، المبادرة راح تكون من الطرف الاخر اكتر، مبين انه عنده مسؤوليات كتيرة هذا الشخص، عنده أحلام وطموح، كان مأخر الخطوة اللي هي خطوة الرجوع، مبين حتى أنه في بعد الرجوع في ممكن احتمالية ارتباط، لكن عم تكون أنت كتير متأني والطرف الثاني كتير متأني في الرجوع، لكن عم بيصير في الأخير. كنت كتير هيك بأرق يعني، أو حتى كانت صحتك مش ولا بد، لكن الأمور عم بتصير بطريقة حلوة. خلينا نشوف إذا في نصيحة لبرج الجوزاء من الكون أو من الطاقة الكونية، نصيحة لازم تسمعها. خلينا نشوف شو ممكن يطلع. دائما احنا يعني بحاجة لنصايح، لشوية هيك بصيرة تعطينا الأمل ممكن، أو بتوجهنا تكشف لنا أمور. عم بحكي لك إنه أكثر الأغلاط اللي كنت تغلطها تعلم من أخطائك. برج الجوزاء عم بتعيد نفس الأخطاء مع نفس الأشخاص، فبيقول لك اتخذ قرار في هذا الموضوع. إذا في شخص يعني عم بيحاربك وكذا، خلص ابعد عنه، بلا من
بلا من الحروب لإلك بالفترة الجاية. عم بيقول لك كون هادي، لأنه الكون مخبي لك أشياء حلوة، ولكن راح تكون بكتمان يعني، وكأنه أنت عم تشتغل كنت بكتمان وعم تفرح لحالك في هذا الموضوع. بطلت تحكي للي حواليك شغلات كتير، صرت أكتر حكمة، أو الكون بيحكي لك سير أكتر حكمة وتكتم على الأمور، ما تحكي كل شيء عندك حتى للطرف الآخر، خلي فيه شيء لك، مساحة لك، فكر بنفسك والنجاح رح يكون حليفك. ما بحكي لك يعني، لا ورق كتير حلو اللي هي بحكي لك انه الناس اللي جرحوك ما ترجع لهم، حاول انه ما تكرر هذا الاشي في حياتك، او ما تعطي فرصة اكتر من فرصك. انت عم تعطي فرص كتير لشخص معين، فالكون عم بيحكي لك لا، اتخذ قرار في هذا الموضوع، حب حالك اكتر. لكن انا شايفة يعني طلعوا يعني كتير في كروت حلوة من بعد هذا، من بعد جرح كبير وغدر كبير، لكن انت بعدت عنه في طاقتك الحالية، وكأنك بذلت جهد لحتى تغير طاقتك. ببشرك انه في كتير اشياء حلوة ناطرتك. اذا كنت عم تستنى شغلة او موضوع معين، الحظ معك هاي الفترة. كمان بالنسبة للجوزاء بشكل عام، نصيحة أخرى، أو خلينا نشوف الورق اللي بيطلع. عم بتكون منتصر، فببشرك يعني كل ورق حلو اللي عم بيطلع. عم ترسم، بحكي لك ارسم طريقك في نفسك، ما تستنى الآخرين يساعدوك. بحكي لك في أموال جاي، في أموال رح تمسكها في إيديك، لكن رح تصرف كتير، فكون حذر من هاي الناحية. رح تكون محارب في الفترة الجاي، لكن انت على نصر مقبل، فبحكي لك اطمن يعني. الشغلة اللي كنت تحارب عشانها رح تكون عندك جميع الادوات لحتى تحصل على هذا الاشي. انا بتطلع له اكتر للعلاقة العاطفية، بحكي لك عندك كل شيء، انت عندك ممكن جمال مادي، عندك استقرار، عندك حكمة، عقل، فكل هدول الأشياء بحكي لك استعملهم في العلاقة، خاصة العاطفية، من ناحية عاطفية. إذا هذا كل إشي بالنسبة لبرج الجوزاء، ورح ننزل في الفترة الجاي اللي هو طلبتوني عن التخاطر وكيف جذب الحبيب وهاي الأمور، واستعمال التخاطر للمنفصلين وحتى للمرتبطين. يعني أول فيديو بعد كل توقعات الأبراج رح يكون عن هذا الموضوع، وإن شاء الله بتستعملوه بالطرق اللي أنا رح أحكي لكم عنها، واللي هي مجربة مني شخصيا ومن الناس اللي كانوا في الكورسات اللي كنت أخذها، يعني اللي عن الموضوع، عن موضوع التخاطر وقانون الجذب. فأكثر من طريقة مجربة ممكن إنك تحل أمور كتير وتوصل رسائل لأشخاص معينين، أو تسيطر على مخهم من خلال طرق معينة راح نوضحها. فجود لك لبرج الجوزاء. قراءة